بشوف دايما على التيك توك وصفات غريبة بطرق عجيبة للفشار بالكراميل، معظمها بيكون غلط. فالنهاردة جاي اقول لكم ازاي تعملوا الفشار بالكراميل في البيت بطريقة بسيطة جدا. شوية سكر، مش هنحتاج حاجة تانية، هما شوية سكر وهنعمل الكراميل في البيت بأبسط وأسهل طريقة. فشار بالكراميل ازاي يكون ناجح ومقرمش ونفس الطعم اللي بناكله في السينما. نبتدي الأول بالفشار. هنعمل فشار بالطريقة العادية جدا الكلاسيكية اللي كلنا عارفينها وحافظينها. هنجيب حلة على نار تكون متوسطة وهنزود فيها شوية زيت حلوين. انا حطيت تقريبا نص فنجان كده من زيت الذرة او اي زيت نباتي موجود عندكم، ونسيبه يسخن كويس جدا. وبعد كده بنزود فيه ذرة الفشار او البوب كورن بتاعنا، بسيبهم بقى يسخنوا مع بعض على نار متوسطة زي ما اتفقنا. واول ما يبدأ يفرقع كده بغطي عليه واسيب النار تكون متوسطة او اهديها شوية عن المتوسطة لما يبدأ يفرقع كتير ويبقى الباقي حاجات بسيطة. كل شوية كده بحرك الحلة يمين وشمال عشان اضمن ان كل الحاجات فرقعت. وبس كده، ده الفشار الطبيعي والكلاسيك اللي كلنا عارفينه وحافظين الطريقة بتاعته وبنعملها دايما. رشة ملح وهتاكلوا احلى فشار ممكن تعملوه في البيت. ده الطبيعي. احنا بقى عايزين نحول الفشار ده لأي نكهة تانية او اي طعم تاني، مثلا زي الشوكليت، الكراميل، حاجات كتير ممكن تضيفوها للفشار. احنا النهاردة هنعمل طريقة الكراميل. فهنجيب طاسة تانية نحط فيها شوية سكر. اهم نصيحة ان الطاسة تكون ناشفة جدا مفيهاش ولا نقطة مية. فبنحطها على النار الاول، نار تكون متوسطة، الطاسة نضمن ان هي تكون ناشفة. وبعد كده بوزع فيها تقريبا كده نص كوباية من السكر، وطبعا برضو على حسب الكمية اللي انتوا عايزينها. واسيبها وما اروحش في اي مكان، انا افضل واقفة جنبها لانه خداع جدا وممكن يتحرق بكل سهولة. انا بوزع السكر في الطاسه ما يكونش فوق بعضيه، لا يكون جنب بعضيه، وما بنقلبوش خالص ولا نيجي جنبه غير لما يبدا يسيح. نبدا بقى ان نقلبه ونتاكد ان مفيش اي سكر لسه مسحش. اول ما اتاكد ان السكر كله ساح بزود مكعب من الزبده، تقريبا كده معلقه من الزبده تدينا طعم حلو. وفي اضافه اختياريه، هي لو موجوده عندكم استخدموها ولو مش موجوده تستغنوا عنها، هي بيكربونات الصوديوم. انا زودت منها رشه صغيره جدا اقل من ربع معلقه، بتدي فوليوم كده او يعني بتخليه منفوش شويه، بتخلي الكراميل منفوش كده زي ما هتشوفوا دلوقتي، تحسوا انه حجمه زاد شويه. لو مش متوفر عندكم بيكربونات الصوديوم ممكن تزودوا رشه من البيكنج باودر، ولو الاثنين مش متوفرين استغنى عنهم عادي. الفشار كان جاهز وراكنينه على جنب. الكراميل بناخده من النار على طول فوق الفشار، يعني لازم الفشار يكون مستني الكراميل من النار على طول لانه هو بيجمد بسرعه. بضيف الكراميل للفشار كده زي ما انتم شايفين واتاكد ان هو اتوزع على كل كميه الفشار. نحاول كده نقلب بسرعه بمعلقه سباتولا او خشب، والتعامل يكون بحذر شديد جدا لان الكراميل من الحاجات اللي بتبقى سخنه جدا جدا ولازم نتعامل معاها واحنا واخدين بالنا. اتاكدت ان الكراميل اتوزع على كل كميه الفشار، وزي ما انتم بتحبوا طبعا، بتحبوا الكراميل كتير قليل زي ما انتم حابين. وبكون مجهزه على طول جنبي صينيه كده تكون واسعه، بوزع بقى فيها كميه الفشار كده زي ما انتم شايفين، ما يكونش فوق بعضيه برده، لا يكون جنب بعضيه، ونسيبه لحد ما ينشف تماما. الكراميل ما بياخدش دقايق يعني وهتلاقوه نشف وبطل ان هو يكون بيلزق كده زي ما انتم شايفين. بعد دقايق قليله جدا الكراميل بينشف وبتحول لطبقه خفيفه خالص كده زي الازاز. الفشار نفسه بيبقى مقرمش وعليه طبقه خفيفه كده من الكراميل بره عامله زي الازاز بالظبط. ببدا بقى ان انا افككه بايدي كده، كل واحده بتنفصل عن التانية بكل سهوله، الموضوع بياخدش وقت خالص، مجرد ما بتلمسوه كده بيبقى فشار عادي، كل فشرايه لوحدها. وبس كده عملنا فشار بالكراميل في البيت، طريقة بسيطة جدا. الناس اللي مجربتش الفشار بالكراميل اعتقد فايتها كتير، هو طعمه بيبقى عامل شوية كده زي الحاجات اللي هي سويت اند ساور ورهيب، يعني تحفة. دايما بنروح السينما وبنطلبه كلنا، فالنهاردة تقدروا تعملوه في البيت بطريقة بسيطة جدا. جربوه، انا واثقة انه هيعجبكم جدا وهيطلع ناجح معاكم من اول مرة. بالهنا والشفا مقدما، واشوفكم على خير قريب في فيديو جديد.